تبارك الرحمن، تسلم يدك. الله يسلمك. ويدي ديدة سندويشات من حقه انا وانتي ما ناكل غير كذا. وعلي الخير وايد، بس هي مال الضحى ترى. لحين هي الغدا هذه مال الضحى. اي وفي غدا بعد. بعد الله كيفك. شكله مال الغدا وصل. وصل. اي وصل. هنشوف الغدا. دش دش يلا. شنو ذي ديدة؟ هذه جبل من الأكل، يلا أكله. اللهم احفظها من الزوال يا. بيض، سندويشات، حلو. كل اللي طيب خاطرك، شوف الله عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما. ديدة؟ إيش حقك كذي الله يهداك؟ وايد الأكل. حقه بعد العين تبي تحب تشوف الاكل كلي. يلا يا ما يبون نفتح ايش اسمه هذه. خلينا نشوف بس ايديده. اوه هاي كوره. لا هاي شرمب. من شرمب ربيان يعني؟ ايش عرفك انت؟ ايش درانش ابالي كوره جايبينها. حلو. ها جربي هاي كلاب الستيك. من هو هذا؟ ايه يا الله ترحمنا وتحفظها. تحبين الاكل انت؟ اوه اموت عليك. اوه ها حلو. ايش رايك؟ هذه كلها من البرامج اللي انزلها انا في التليفون بابا. وانت قاعده في البيت يوصل لك شنو تبينه؟ فاست فود؟ اي كلي. يمكن هاي العيش. كلي العيش. لا ما يبعيوش حق الدسم والكثه. تيجا؟ وين العيش؟ ما في. انا خياش العيش اللي يجيبونها لي بالتموين ابيعهم واشتري فيهم هالفاست فود. ما يصير يا جيد الله يهداك. احنا ابو بيت ما في عيش؟ بيتي شتي في عيش، بيتي انا ما في عيش. الله يا جيد تغيرت. اي خلاص ودرت العيوش ودرت التسومه. خليت لك. خذتك المدنيه يا يمه. ولا في ذمتك بيت ما في عيش؟ ما في مكبوس، ما في مشحوم، ما في مغروبه، ما في صالونه، ها؟ ما في هالحريز، هل شنو تسوين انت؟ ايش قاعد تخربطين؟ الصوالين والمكابيس والعيوش خليتها لك انتي، انا ما اكل هالسوالف. الله اكبر، ولا رحنا بيت جيراننا؟ ما عندكم شيء لاني السمك صافي. هاي انت تقولين شيء العياره، انا ما اقول كذي. الله يرحمنا برحمته. لكن بتردين وبترجعين على العيش. انا ما علي منك. انا احب اقوم وبروح اسوي لي القيمه على ذيك الدهن القطري وذاك الصافي. أي. وذاك البصل. والله ان قربتي عندي اضربك على يدك. خليها بروحك. اي بضربها كيفي عاد انا. ما راح اسوي والله اني ذبحت هذا. والله وعلي عليها هدية لحين على بطر الأول. صوارين وعيوش، من يأكل الحين عيوش الصوارين؟ ديدة وين يونية العيش؟ قايلت لك أنا ما صرت لي في العيوش، لكن الحين بطلب لك بالبرنامج عيش. أنت من صجج؟ والله طلعت صج. ريحة الطيبين.